وفاء مليحي تعاونية جنة النملة بأصيلة. تعاونية جنة النملة هي مقاولة اجتماعية على شكل تعاونية للفلاحين الصغار. الفلاحين الصغار اللي عندهم قطع صغيرة كيخدموها غير باليد ديالهم، ما كيحتاجوش لا جرار ولا هاد الفلاحين الصغار كنخدموا معاهم، كنعلموهم الزراعة بالطريقة البيولوجية، كنستعملوا الطرق القديمة في الفلاحة، في الزرع، في كيفاش نجمعوا الخضرة، كل شيء بالطريقة القديمة. ملي بديت مع وفاء الخدمة هكا السنة التعاونية، صراحة تبدلت بزاف الحاجات، ولينا منضبطين مع شغلنا، لأن خصنا عندنا الناس خصنا نوجدوا لهم حاجة تكون واجدة في الوقت، وفي نفس الوقت حنا كان عندنا واحد الدخل قار يعني شهريا، كنجبر باش أنا وولادي والعائلة ديالي في الدار، يعني زاد المدخول. بالنسبه لهاد الفلاحه الصغار كنكونوا مكناهم من دخل قار دائم على طول السنه، كيكون عندهم دخل رسمي، لان الطريقه اللي كنبيعوا بها المنتوج ديالهم طريقه ذكيه طبعا، عن طريق تعاونيه جنة النملة كنوصلوها للناس، كيعطيو القيمه وكيحترموا العمل اليدوي ديال الفلاح الصغير. سوي اسماء إسلامي، جو سوي كازابلانكاز كي في طنجه. On s'est constitué une petite communauté autour de Jnen Nmla qui nous a permis d'abord de encore plus prendre conscience de l'enjeu, de l'importance de l'agriculture bio, de manger sainement et de l'aider par tous nos moyens pour faire évoluer sa petite production et pour faire en bénéficier le maximum de personnes. بزاف من المساعده ديال بريتش كانسل، بالاخص في المجال ديال التسيير التعاونيه، وديرها بطريقه معقوله في الحسابات ديالها وفي السير الدخل العام ديال التعاونيه.